الحالية زيارة هامة تم خلال لقاء صباح اليوم. تشرف الوزير بلقاء فخامة الرئيس، ثم عقدنا جلسة مباحثات منفردة وجلسة مباحثات موسعة تم خلالها تناول عميق لمجمل العلاقات الثنائية فيما بين مصر وروسيا الاتحادية. هذه العلاقات علاقات تاريخية، علاقات تتسم بالصداقة، علاقات متشعبة في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ونتطلع لاستمرار التعاون الوثيق على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ومراعاة قواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي. دي كانت دائما العناصر اللي بترتكن إليها العلاقات المصرية الروسية، وكان دائما مصلحة الشعبين هو المصلحة الحاكمة والمسير الرئيسي لتحقيق المصلحة. لدينا كثير من مجالات التعاون الاقتصادية، مشاريع القومية الكبرى، وهناك اهتمام بأن نستمر في معدلات التنفيذ الوثيقة لكل هذه المشاريع بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين. أكيد تناولنا القضايا الدولية وفي مقدمتها الأوضاع الخاصة بأوكرانيا، حيث أكدت مصر مرة أخرى أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يرتكن إلى الحكمة وإلى الحوار لانتهاء الأعمال العسكرية والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية دبلوماسية تعفي التبعات التي ترتبت عن الأزمة في أوكرانيا. بالتأكيد أن هذه الأزمة مست مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فيما يتعلق بالطاقة، الاقتصادات العالمية وتأثرها بالتضخم وسلاسل الإمداد وانقطاعها، كلها أمور يجب العمل على تجنبها، لأننا نأتي بعد أعقاب سنتين من جائحة الكورونا وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية عديدة. بالإضافة إلى ذلك تحدثنا بإسهاب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أهمية حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والاستمرار العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تناولنا أيضا الأوضاع الإقليمية سواء في ليبيا، في سوريا، في العراق، والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في كل مواضع التوتر في المنطقة العربية بل على مستوى العلاقات الدولية كذلك. العلاقات المصرية مع مجموعة البريكس، العلاقات المصرية مع مجموعة حوار شانغهاي وغيرها من أطر التنسيق في الأمم المتحدة حول القضايا العديدة اللي تصب في مصلحة البلدين. برحب معالي الوزير مرة أخرى ونستمر في التنسيق والتواصل بهدف تحقيق الاستقرار سواء في على المستوى الإقليمي أو الدولي، والعمل على دعم مجالات التعاون الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين. شكرا جزيلا. Уважаемые дамы и господа, прежде даю свеч титов. Уважаемые дамы и господа, третий раз попробую. مرة ثالثة أحاول الآن. في البداية أود أن أعبر عن امتناني وشكري للأصدقاء المصريين على كرم الضيافة وعلى حسن الاستقبال وعلى تنظيم هذه اللقاءات. لقد زرت مصر وعلى رأس وفد تم استقباله من السيد الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية، وقد قمنا بإجراء حوار بناء ومفاوضات بناءة في
في مصر، ونحن نعبر عن رضانا عن مستوى العلاقات الصداقة بين مصر وروسيا الاتحادية التي تتقدم وتتطور بشكل كبير، بما في ذلك الحوار البناء الذي يتم على خلفية توقيع اتفاق الشراكة الكاملة في سوتشي بين مصر وروسيا الاتحادية. في العام الماضي دخل هذا الاتفاق وتلك الاتفاقية حيز النفاذ. لدينا اتفاقات رئيسية حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وكان هناك اتفاق مع السيد الرئيس. لقد تبادلنا أطراف الحديث اليوم حول الموقف المصري والروسي. هناك تطور بناء في العلاقات المصرية الروسية. لقد أشرنا إلى أن هناك مفاوضات في كان هناك منتدى بطرسبورغ للاقتصاد الدولي التي كانت مصر دولة الشرف فيه، وقام الرئيس بنقل كلمة متلفزة على في إطار هذا المنتدى. لقد تم زيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4 مليارات دولارات، وهو زيادة تقدر ب5% مقارنة بالسنوات الماضية. هناك تفاهم مشترك حول المشروعات الرئيسية التي تستطيع أن تقفز بهذا الرقم إلى مستويات غير مسبوقة في العلاقات المصرية الروسية. أود أيضا أن أشير إلى أن اللجنة المشتركة الحكومية في التعاون الفني التي سوف تعقد في مصر في القاهرة قريبا، نحن قمنا بالإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة كي نتخذ كافة الإجراءات التي تسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا وزيادتها في كافة المجالات، وكي لا نقع تحت كافة العوائق التي تقوم بتجهيزها أمريكا والدول الأوروبية. يتم تنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بالطبع بشكل ممتاز. منذ فترة قليلة كان هناك الصبر الخرسانية الأولى لأول وحدة نووية في الضبعة. هناك أيضا مفاوضات بناءة فيما يخص منطقة الصناعية الروسية التي تبنى في مصر. يتم الآن الحوار بشكل بناء في التعاون الاقتصادي والصناعي، وأيضا هناك صفقة كبيرة لتوريد عربات السكك الحديدية إلى مصر بالشراكة مع الشركاء في المجر، وهناك شركات نفط وغاز كبيرة روسية تنفذ مشروعات على أرض مصر، وتعمل هنا شركة روسنفط ولوكويل وشركة غازبروم نفط وزروبيش نفط الشرق الأوسط. لقد أشرنا إلى اهتمام روسيا في زيادة هذا التبادل التجاري وتنفيذ كافة التزاماتنا. كان هناك اتصال تليفوني بين الرئيس الروسي والرئيس المصري، وكان هناك مناقشة لكافة مجالات التعاون وتوحيد الجهود الدولية والتعاون بين وزارتي الخارجية في الدولتين. وهناك تفاهم مشترك حول أسباب الأزمة العالمية والأزمة الغذائية، وعلى مدى سنوات ماضية كبيرة كان هناك تبادل كبير بين مصر وروسيا أثر عليه بشكل كبير الكورونا وانتشار تلك الجائحة في العالم. في مصر بين روسيا وإفريقيا هناك علاقات كبيرة. في الأوضاع الحالية هناك عقوبات فرضت بشكل كبير على روسيا، وهي تعيق بشكل كبير تطوير علاقاتنا مع الدول الإفريقية، وبما في ذلك عقوبات تتعلق بأمور وعوائق جمركية وعوائق في الموانئ الدولية. لقد تم توقيع اتفاق يخص تصدير الحبوب في اسطنبول لكي يتم إزالة كافة العوائق التي تعيق حركة المراكب والناقلات الروسية في العالم. نحن نتفهم كيف يمكننا تحقيق وتنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بتوريد الحبوب إلى الدول الأخرى.
الأجنبية. هناك تعاون إنساني كبير بين مصر وروسيا. لقد سنحتفل قريبا بالانتهاء الكامل الرسمي أو ختام الرسمي لعام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا. وكان منذ فترة قريبة منتدى ثقافي مصري روسي عقد في القاهرة. منذ بداية التعاون مصر فيما يخص التعاون في مجال اللقاحات، فلقاح سبوتنيك الروسي تم اعتماده وتسجيله في مصر، ويتم أيضا إعطاء لقاح كورونا للرياضيين المصريين المشاركين في الفعاليات الأجنبية. وهناك تعاون كبير في مجال اللقاحات. نحن بحثنا أيضا في مشروع إنشاء مشروع تصنيع لقاح جديد يستطيع التغلب على أوميكرون وكافة الأنواع الجديدة من كورونا، وأيضا جدري القردة. وهناك تعاون كبير بين وزارتي الصحة في هذا الشأن. لقد تحدثنا أيضا عن العديد من الموضوعات الأخرى التي تحتل الاهتمام المشترك من الدولتين، خاصة فيما يخص دور مصر في إفريقيا وشمال أفريقيا. تحدثنا أنه يجب أن نتخلص من هذه الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط، خاصة الصراع العربي الإسرائيلي، ونؤكد على ضرورة تسوية هذا الصراع واستئناف المفاوضات على خلفية المجموعة الرباعية الخاصة بتسوية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بوساطة مصرية. ويجب أن يتم إنشاء دولة فلسطينية، وأن يكون هناك حل للدولتين وتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. تحدثنا عن ليبيا، حيث نرى أنه يجب أن يتم دعم الأمم المتحدة في مسعاها لتسوية الأوضاع في ليبيا. وكان هناك بعثة للأمم المتحدة في ليبيا، يجب أن ندعمها وأن تتم كافة تلك المساعي وفقا لمظلة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية. يجب أن تدعى كافة الأطراف السياسية لكي يكون لها قرار في ليبيا. فيما يخص سوريا، يجب أن يكون هناك حل رئيسي في الاعتراف بسيادة روسيا على أراضيها وحق الشعب السوري في تقرير مصيره. وفي هذا السياق قمنا بإعطاء تقييم ممتاز لتلك الجهود الدولية التي طرحت في قمة روسيا إيران تركيا التي انعقدت منذ فترة قريبة بحضور رؤساء الثلاث دول. وكان هناك أيضا منصة للتسوية السورية عقدت في كازاخستان في أستانا، وتم احترام كافة القرارات التي اتخذت تام. يجب أن يعمل المجتمع الدولي بشكل كامل على تسوية الأزمة السورية والوصول لحل وسط يضمن في الأساس وحدة أراضي وسيادة روسيا برعاية الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. في هذا السياق نحن يجب أن يكون أيضا لجامعة الدول العربية دور في هذه التسوية. تحدثنا أيضا مع سيادة الرئيس واليوم هنا في وزارة الخارجية على الوضع الخاص بالعملية الحربية التي تجرى في أوكرانيا. لقد ذكر أصدقاؤنا المصريون في ضرورة الحل السياسي والوضع الجيوسياسي في هذه المنطقة، وأن الولايات المتحدة تحاول الهيمنة العالم وأن تفرض نظاما ذو قطب واحد في العالم. ولكن روسيا يهمها في المقام الأول هو توفير الحقوق القانونية للشعوب الروسية في تلك المنطقة، وفي نفس الوقت أن يتم ضمان الأمن
في هذه المنطقة. بالفعل تحدثنا أكثر من مرة وقمنا بإجراءات مشتركة في توضيح الصورة الرئيسية لما يحدث في تلك المنطقة، وتحدثنا اليوم وشرحنا وجهة نظرنا في هذا الشأن، وتطرقنا على التعاون بين روسيا الاتحادية وجامعة الدول العربية. بالفعل منذ الجائحة لم يكن هناك لقاءات وجها لوجه كثيرا مع جامعة الدول العربية ومع الخارجية المصرية، ولكن قمنا بالتحدث عن التعاون بين روسيا الاتحادية وإفريقيا. سوف يتم عقد قمة إفريقية روسية في القريب العاجل، وسوف تكون كانت الأولى في سوتشي، ونحن الآن نحضر للنسخة الثانية من قمة روسيا إفريقيا، ونخطط لها في أن تكون في منتصف العام القادم. نحن نرحب بكافة المبادرات التي يقوم بها الجانب المصري في أن تنضم إلى مبادرة شنغهاي والعديد من المبادرات التي تطرحها الجانب المصري. سوف تكون مصر أيضا سوف تشارك في بريكس، وأنا أظن أنه كان هناك في تحت قيادة الصين كان هناك في العام الماضي، وندعم الجهود المصرية في الاشتراك بشكل أكثر قوة في أعمال تلك المنظمات الدولية. أنا أرى في أنه كان هناك حوار بناء بشكل كبير اليوم منذ صباح اليوم وحتى الآن، وسوف نأخذ كافة الإجراءات في كافة الموضوعات التي ناقشناها مع الجانب المصري. تحياتي، أنا سمير عمر، قناة سكاي نيوز عربية. سؤال للسيد لافاروف. أنا غطيت الحرب من الجانب الروسي في شهر إبريل، وغطيت الحرب من الجانب الأوكراني في شهر مايو. كان في تبادل هنا، كان في تبادل دائم للاتهامات بين الجانبين بشأن المسؤولية عن الأزمة الغذائية. قبل يومين تم توقيع اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية في تركيا وبرعاية الأمم المتحدة. برأيك ما هي شروط نجاح هذا الاتفاق؟ هل هناك ثمت معوقات محتملة تعيق تنفيذ هذا الاتفاق؟ وهل إذا ما تم نجاح هذا الاتفاق يمكن أن يكون توطئة كنموذج لنقاش موسع بشأن العقوبات وبخاصة في مجال الغاز الروسي، أو تفاهمات على تقليل حدة العقوبات المرفوضة روسيا من قبل الغرب؟ لقد قلت أن هذه الأزمة الغذائية وأيضا جائحة الكورونا كانت بمثابة أخطاء ارتكبها الغرب في مجال الغذاء، وإصدار عملات الكثير من العملات التي ليس لها غطاء، على عجل وبشكل اصطناعي، وللخروج للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وهذه التحركات التي اتخذت في الفترة الأخيرة، نحن لا نطلب إلغاء العقوبات، نحن سنقوم بتطوير اقتصادنا أولا، أما فيما يخص موضوع الغذاء فهناك زملائنا الغربيون لابد أن يتقبلوا بهذا الوضع، ولابد أن يتخلوا عن ممارساتهم من أنفسهم. إن روسيا تطلب عدم وضع عقوبات على الغذاء والأسمدة الروسية، كان لم تكن هناك عقوبات، ولكن تم فرض عقوبات في الحال ضد بعض الشركات التي تضمن توريد الغذاء وتضمن المدفوعات الغذاء والبنوك، وخاصة روس بنك الذي تم إدراجه أول ما تم فرض العقوبات.
كذلك يمنعون دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية ويمنعون دخول السفن الأجنبية إلى الموانئ الروسية. كل هذا يلعب دورا في عملية الأزمة الغذائية. كانت هناك مبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة ونحن أيدنا هذه المبادرة، وبدأ بالفعل فك الحصار عن الموانئ الأوكرانية. والجزء الآخر يتعلق بفك الحصار عن واردات صادرات القمح الروسي التي تدخلت ضمن العقوبات المصطنعة التي فرضها الغرب. لقد منذ أكثر من شهر تدعو روسيا كل من يرغب في فتح ممر إنساني آمن في البحر الأسود وفي المياه الإقليمية حتى مضيق البوسفور. هذه الممرات ستضمن عملية توريد الحبوب وغيرها من المواد الغذائية، ولكن على بد أن يقوم الجانب الأوكراني بإزالة الألغام التي لغم بها هذه الموانئ وهذه الشواطئ. وهناك عدد من السفن المحتجزة في الموانئ بسبب خطر هذه الألغام. ونحن بقينا ظللنا شهورا عديدة لانتظار إزالة الألغام، ولكن لم يقم أحد بإزالة هذه الألغام. نحن لا نقوم بأية استفزازات ولن نسمح بأية استفزازات عند توريد المواد الغذائية بالتنسيق مع زملاء الأتراك. ومنذ أيام قليلة تم توقيع هذه الاتفاقية بهذا الشأن. وبعض زملائنا الغربيين قاموا بمحاولة توريد القمح الروس الأوكراني فقط، أما القمح الروسي الذي يفوق بكثير حجم نظيره الأوكراني يؤجل إلى فيما بعد. У делегации ООН, которая работала в Стамбуле, пойти по этому пути. المشارك في هذه المفاوضات ابدا استياءه من هذا المنهج، من هذا النهج لحل هذه المشكلة. والأمين العام للأمم المتحدة قال أن هذا يعد انتهاكا لبعض المؤسسات. القضايا المتعلقة بالقمح الأوكراني لابد أن تحل من خلال المركز التنسيقي الذي تم إنشاؤه في إسطنبول، وتقوم الجانب الأوكراني بإزالة الألغام الموجودة التي تم وضعها في الشواطئ وفي الموانئ، وتقوم تركيا بضمان أمن مرور السفن الشحن بالغذاء، وذلك بمساعدة سفنها الحربية. وضمان أنه لن يدخل هناك، لن تدخل أسلحة إلى أوكرانيا عبر السفن التي تنوي شحن هذه الأقماح. أما فيما يخص الموضوع القمح الروسي، فقلت تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بعملية ضمان سلاسل الإمداد والإمداد المالي وهذا يتعلق في المقام الأول بتنفيذه لهذه التعهدات. أما فيما يخص الموقف في أوكرانيا، لقد قلت ليس لدينا الآن طريقة لاستئناف المفاوضات بشكل موسع، بدءا من رئيس الدولتين. لا يكون هناك
تحيات مفاوضات قبل أن تقنع الأوكرانيا أن يقوم بإقناعنا بأنه لن يتدخل هناك أحد سواء كان هذا لندن أو واشنطن أو أي من الحلفاء الآخرين في هذا الشأن. فالخيار عندهم هم الآن عند الأوكرانيين، ونحن جميعا ندرك أي نهاية ونهاية من ستأتي من هذه ومن هذا الأزمة، وسيكون هناك موقف دائم يعاني منه الشعب الأوكراني في المجال في المقام الأول. Добрый день, Мария Финошина, РТ Интернешнл. Пожалуйста, первый вопрос обоим министрам. Что вы можете сказать о подготовке проведения второго саммита Россия-Африка? И отдельно, если позволите, Сергею Викторовичу Лаврову, США выражают обеспокоенность растущим российским влиянием на африканском континенте. Буквально накануне вашего визита сюда вы слышали соответствующие заявления некоторых американских сенаторов, а также от командующего силами США في من الفاعلين في أمريكا ضد هذا التوسع الروسي في أفريقيا. لماذا يثير القلق أمريكا حول توسع روسيا في أفريقيا؟ فيما يتعلق في تنظيم منتدى روسيا أفريقيا، إنه سوف يكون في منتصف، كما أشرت سوف يكون في منتصف العام القادم. روسيا بقرار من رئيس روسيا هناك لجنة منظمة لهذا المنتدى وهذه القمة، وهي سوف تعمل بشكل كبير مع زملائنا وشركائنا في الدول الإفريقية. سوف أطير من هنا إلى أديس أبابا، ولدي جولة إفريقية، سوف ألتقي برؤساء تلك الدول، وسوف أتحدث معهم حول تنظيم هذه القمة في منتصف العام القادم. وكما تعلمون جيدا أن منهم من يترأس في الوقت الحالي المنظمة الإفريقية، ونظن أننا سوف نحدد الأطر الرئيسية لتنظيم هذه القمة بشكل ناجح في العام القادم. فيما يتعلق بجدول أعمال هذه القمة، سوف نبلورها في القريب العاجل بالشراكة مع سوف نتحدث أيضا عن الطاقة، سوف نتحدث عن الثروات الطبيعية والأمن الإقليمي، مجال التعليم، مجال الثقافة، وسوف نكمل جدول الأعمال في القريب العاجل بمشاركة الزملاء والأصدقاء في الدول الإفريقية. فيما يتعلق بسؤالك الثاني حول، لا أستطيع أن أعلق على تخوف الولايات المتحدة الأمريكية من أو القلق الذي يبدونه في الوقت الحالي حول زيادة التعاون بين روسيا والدول الإفريقية. العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية هي علاقات تاريخية تمتد إلى العديد من السنوات، وقد ساعدنا العديد من الدول الإفريقية في الحصول على استقلالها، ونستطيع أن نقول بكل أريحية أن ما يثير قلق الولايات المتحدة الأمريكية أنهم ينصبون أنفسهم زعماء للعالم ويريدون أن يتحكموا في العلاقات بين الدول وبعضها، فليشغلوا أنفسهم بأمور أخرى. لكن هذه التصريحات نسمعها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة ما قالته وزيرة خارجية ألمانيا في مؤتمر صحفي، حينما انتقدت بشكل كبير الرئيس التركي أردوغان، في حيث أنها دولة تعتبر دولة منضمة للناتو، ولكنها قام بالتقاط صور مع رئيس روسيا ورئيس إيران. حينما انطلقت إلى هنا إلى مصر ورأيت تلك التصريحات، ورأيت أيضا محضر هذا الاجتماع الذي تم تسليمه للعديد من الدول،
اليوم لدي لقاء مع جامعة الدول العربية بعد الغداء، وسوف نتحدث عن هذا البروتوكول، وسوف يكون هناك دور لجامعة الدول العربية مع العديد من الدول الغربية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. ديمارش يريد من الدول العربية أن يقومون بإدانة روسيا الاتحادية في عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا، يريدون أن يقلبوا العالم ضد روسيا الاتحادية، وهناك دعوة للدول العربية أنهم لا يتم تصويرهم مع وزير الخارجية الروسية في أي محفل دولي، حتى التصوير يمنعون السياسيين الأوروبيين والغربيين من التقاط الصور معنا، يمنعوننا من التوقيع على أي مستندات أو وثائق معهم. فيما يتعلق بعلاقة مصر الدولية وأيضا علاقة مصر باعتبارها عضو بالاتحاد الأفريقي، فهي قائمة على تنوع هذه العلاقات تحقيقا للمصالح الثنائية وأيضا المصالح الجماعية. الاتحاد الأفريقي ومصر لها آليات عديدة في إطار التعاون مع شركائها الدوليين، وترتكز هذه العلاقات كما تحدثت على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل ومراعاة القانون الدولي والمصلحة المشتركة، وهذا ينطبق أيضا على الأطر الجماعية اللي ترتبط فيها مصر، سواء كانت الجامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي له علاقات مع عديد من دول العالم، مع الصين، مع روسيا، مع الاتحاد الأوروبي، ويتم إدارة هذه العلاقات تحقيقا لمصلحة الأفريقية المشتركة والمصلحة الثنائية للدول الأفريقية، دول ذات سيادة تنتهج سياستها وفقا لما تراه في صالح شعوبها، وتعمل على تحقيق الاستقرار والأمن والتواصل من أجل إزكاء الأمن الدولي والإقليمي، وتستمر في ممارسة هذا الدور بما يحقق الأهداف المرجوة منه عندما يتم بلورة والاتفاق في إطار الاتحاد الأفريقي لتوقيت وإطار عقد أي من الفعاليات، يتم الاستقرار على ذلك والتوصل إلى توافق فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر عن القمم والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. شكرا جزيلا.